الست ليها مفاتيح، ومفاتيحها زي ما قلنا لا الوسامة ولا الشهرة ولا الفلوس ولا كل ده. الست كتالوجها في حاجات بسيطة جدا. كتالوج الست إنك لازم تعرف في البداية إن المرأة تفاصيل تمشي على قدمين. على فكرة تبقى مش فاهم لو كنت فاكر إن الست عايزة مال وجاه، أبدا. الست عايزك تفهمها، تمتلك مفتاح قلبها، تبقى حافظها لدرجة تخليك تفهم نظراتها من عينيها، تفهم اللي جواها. الست تفاصيل، وكل تفصيلة فيها بالنسبة لنا حياة، وكل تفصيلة جواها بالنسبة لها حياة خاصة جدا. ما تسمحش أبدا لحد إنه يقلل منها. ولازم تفهم إن الكلام الحلو مش رومانسية فارغ ولا حاجة. الست في لحظات ضعفها ما بتبقاش محتاجة غير الكلمة الحلوة والحنينة بدون ما هي تطلب ولا تلمح حتى. اوعى تستهتر وتقول هي الكلمة يعني دي اللي هتعدل المزاج. أيوه، الست بكلمة حلوة ممكن تغير مودها 180 درجة. باللين والطبطبة والحنية، بإنك تنتبه لتفاصيلها البسيطة، قصة شعرها، مكياجها، لبسها الجديد. لو انتبهت لده واديته حقه في كم الزخم اللي حواليك هتحبك جدا لدرجة الجنون. والقصة بسيطة وسهلة ومش مكلفة. الست مش طالبة حاجة غير كده. خد بالك منها، احتويها، لاحظ تغيراتها وكل حاجة بتعملها علشانك. حتى لو كان الكلام ده صغير، هو عندها عظيم، ولازم كمان يبقى عندك انت كمان عظيم، لأنها بتعمله علشانك وبحب. عايزة تشوف نفسها أول اهتماماتك، بكلمة في عز زحمة شغلك، بكلمة مفاجأة على سهوة، بحضن ملوش وقت، بتصرفات بسيطة لا مكلفة ولا بتتباع بمال، بحبة فهم بس للست واحتياجاتها. ولو ده ما حصلش هتلاقيها بقى أموال قارون، ولا هتهز فيها شعرة، ولا هتقرب في قلبها سنتي واحد. هتقرب بس لما تفهمها وتفهمك، لما تحبها من كل قلبك، لما تهتم، لما تكون شايفها أحسن واحدة في الدنيا، وتبقى مصدر الأمان والسند اللي بجد. صدقني وقتها هتمتلك كل ذرة فيها، وهتكون ليك ونعم الزوجة ونعم السند، وهتحس بالراحة، هتحس بالسكينة والمودة والرحمة.